السلام عليكم، تبارك الله عليكم. صراحة عمري ما طرحت عليكم سؤال، ولكن غنطرح عليكم سؤال وبغيت إجابة بصدق. بغيت إجابة بصدق من كل المتتبعين. بغيت النقد البناء ماشي الهدام. بغيت توضيحات منكم في إطار أننا باش ندفعوا بالصناعة المغربية التقليدية إلى الأمام. اش داركم في التحفة الفنية؟ أعطيوني وجاوبوني بصدق. هذا ثوب الوبر المصنوع من الصوف ديال الإبل من طبيعة الحال. الجميل الراقي، هاد الصوف اللي خلقه الله سبحانه وتعالى ودرنا له خياطه وزانيه ديال متجر الهدى ديال جلبل وزانيه، والتصميم ديالنا داخل هاد الثوب ديال الابل كما كتشوفوا. وشوفوا الدقه، الجمال، الاتقان، الصوره ابلغ من الكلام. بغيناكم تعطونا رايكم في العمليه وفي التصاميم اللي كنقدموا لكم، واش نزيدوا واش ننقصوا، واش غادي هو هذاك الى غير ذلك، من اجل ان نوصلوا يعني الخدمه ديالنا الى العالميه. والحمد لله وصلت وما زلنا في الطور، يعني نوصلوا الى ابعد الحدود. هذه جلابه راقيه، نقول لصاحبها لبست جديدا وعشت سعيدا، وهم من العشاق ديال الصوف ومن عشاق الخياطه الوزانيه صراحه. تبارك الله عليكم. كنسينوا الاجوبه ديالكم في لي كومونتير بصدق، يعني ساتقبل النقد، ساتقبل التشجيع، ساتقبل كل شيء. اللي اساسي كلنا مع الصناعة التقليدية، وكلنا مع الحفاظ على هذا الموروث التاريخي ديال المدينة وديال المملكة المغربية. تبارك الله عليكم، وكنساين الملاحظات ديالكم. تحياتي لكم.